هناك. شي طحينية؟ تعال عويسي تعال. تعال انت وفلاح تعال. وين طحينية؟ ندعي الله انه يعوضنا بالجنة. ياو ما شبعت. علي بالحرام ما شبعت. والله يا رياجيل. والله انا عضو انتهت. والله ما شبعت. قصدك بقرة ديوان. يا رياجيل. ابن ابوي. هلا استاذ توكس وكالة خصم عشان اذب عليك يا قهوه. هذا منك لحم؟ نعمه منك لحم؟ لا كله باقي. اي في لحم. يا شو اسمك؟ محمد؟ وليد؟ لحم ولا دجاج؟ لحم. لحم؟ احنا دجاج. تعشوا الله يحييك. تعشوا 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 من الله. ها؟ جيب لنا سلطة حارة وعلم. كيف سلطة؟ بسم الله. تعال تعال تعال. شوف 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 اللحم. استنى. لا دي دجاجة. مايكي. ذب حالك حالة. يلا. القم. يلا مع كل لقمة خصم. ليه؟ زيد يجي في سلطة ما يكسر. هلا جيب الشلطة جبها على شقوري. لا 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 تعال احلى من طعامه. اي والله هذه اجمل كلمة ممكن تسمعها. اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن مكتسحين الساحة الشباب. تنويه بسيط، تداخلات، الواحد ما يعطي الثاني مجال. وين ما اعطى مجال؟ نادر اللي يوزع في اللعب. اللعب؟ ايه اللعب 6000 رجال يلعب فنس. ما بدك تمشي متر غير خابطك واحد. تعشوا عقبه بشروبه. العبوت عندي. عجب عين. ساعة كم؟ 11. ترى في صحن داخل. ما هو عن شيء بس في صحن داخل والله ظني باقي صحن. حرام عشان ما يرمى. وين منن؟ ما هو بمرن. منن؟ يعني دول. منن؟ كيف عرفت اني في الماق وهالحد. منن؟ لما يكي جاهز ولا لا؟ يشهد الله اني فكيت سلطه توني واختفت. يعلم الله اني فاكه عن هذي. لا سلطه ثانيه. عن هذي؟ حتى السلطه ما خليتوها في حالها. تداخل سلطات. لا انا اللي ضحكت. لازم حتى وانت غير حطوك ما له دخل. تداخل سلطات. صايد. تدخل اصوات تداخل سلطات. اه حلو جو. اشوف لك احد يعزز لك لا قلت انت. ما لاحظت. حاولت ما قدرت والله. من يوم جاب علينا عشان نرفع بك يا غبي. من يوم جاب لناك وانا فايز. جيب حرامي انا. خلاص ينفع لي. هو شكرا والله يا عاد. من اليوم اسولف. اقولك شيء. قلت لهم قصيده بعد. ولا تسمعني ولا درت عني. بعطيك واحده بين. سعود انت تجعل. يعلى احلى من الطعام. يعلى احلى من الطعام. قبل والله بس كان مكسر يعني مثلا اوريه واحد شاعر فاهم الشعر يقول مكسر. هذا مو قصيد. شوف الشعر انقسم قسمين. اريد انا وسلم. ناديتها عايض يا الربع وما ناديتها محندر. انت عرفت القصيده اللي تطلع من الخاطر ذي؟ والله انا افرح. هذا بس اللي قبل كنت اكتبه. هي أول بداية الشعر. يعني في ناس شعراء لكن ما يكتب شعر. يكتب خواطر. يطلع مشاعره في الخواطر. سؤال يعني. اللي أقوى منه وش الخواطر؟ قهر اني اقول الكلام دون ما وش هي الخواطر؟ المساعدة ما ادري يعني لا والله لا اسمع كذا ما علينا خليني اعلمكم انا ظني ما بقولها بعدين وش اللي اطيب من الخواطر؟ الخواطر انك تكتب كلام بدون قافيه بدون لحن كلام سالفه او قصه ما عاد اكتب بعدين اقوى من الخواطر النثر
انك تكتبه بقافيه بس تدون. اقوى الشعر اللي انت خلاص وصلت منتهاك في المشاعر، طلعها بصيغه الشعر، انك تكتبها بقافيه وبوزن وبمعنى. هلو عند من؟ بالله وجهك والله توني افهمها. باري جاب اغراضنا. ما يختم ما يسمع قصيده ولا اعرف رجال يكتبها ويخليها يعني. اكسر يده لو واضحه. يا البسيط ذا فاخر منه. يا اخي لا ولا حار. هذا ولا حار. اقلط ذا يا اخي. في شخص انا كنت اسمع قصيده ضيق من فوس تقبل قمر يا خايس يا اخي ما اعرف ليه ليه عادي ليه عادي ليه زين عايد عنده وجهه نظر وش هذا يا وجهه نظر صحيح انا قمت اقوم اسبح واتكشخ ما ادري شنو اروح هناك ريحه ليش والله ريحه تنن احسن من ريحه قلت هنا شقو خالص قلت هنا شقو خالص شو قلت هنا عمي؟ ما يجي منه لا تتكلم عن التراث والله هذه هذا التراث العرب حتى احسن ما رحته ما في الله يديمه يقول الله يزول النعمه ها يديمه القم خصم يا هذا الكم خصم اليوم ليه ما تقول اهدى على الجامعة اليوم شحننا اليوم خلاص وين الزعبي ابا الزعبي الجل الزعبي ابا الزعبي من هناك خلاص متفقين هناك الى ظهر قالوا انها ابدع انا ذاك اليوم قالوا انك ابدع ما بعد جبتها من تعرف ليش لان كلهم ال 25 يوم تسمعوا تنصتين نعم ما شيء انت مجتهد انك داري هذا الكلام خطير ان التصوير عليك خطير بالجبنه ولازم تحط تحته 1000 مليار خط وانا اللي صار الواحد يتعب على نفسه يشبع تعيش تعيش فيه والله العظيم انا ديوان ده لازم يفكون السقف لازم يفكون السقف حق ولا يحطون ديوان ضرب اصبع ليه مراكي تهو ونقص انا غير يا ولد دخان دخان سمي ليه يذبح للداخل يا ولد هم قالوا قرض قرض يا معين صح 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 الزوايا كلها فدحها هذا ناخذ قرض ضحكت الله اني ضحكت انفجر راسي يا ري يجي له زريت زريت الوسم الوسم ما زيد نسى المايك شغال وطلع ايه وطلع المشكله ما فينا المشكله انه راح المنقذ ايه المنقذ تدري من؟ شقران قام يبيع علمه المنقذ نسى يطفي المايك لا ايش يقول؟ قاعد يسولف طفي المايك طفي المايك ينسمع يا يصير ألف شقار طف المايك طف المايك تعرفها مبطي يا محمد روبير روبير تعرف يوم يقول اللمسية اللي في مسقط ملاقينا هناك اللمسية شفت محمد ابن ناصر لان عندنا كان جماعة في الجامعة سمى جماعة الخليل شبيك ملاقينا هنا منو الله ما كان حمد الشوف اشوفه ما سوى الله يعافيك فك الحمد لله يا ورع انت وياه في مغاسل هناك
عنده في الكويت ثلج فهم راجعين والله ثلج 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 كم اعتذر هو اعتذر كل خير عنده هو انت ورجع لي بابا نسبه كبيره والله والله تو ما ودي ما تشوفها يعني ما جاء اسمه راح الحمد لله انا الله عليكم اللهم دم نعمه محمد محمد بن ناصر انتبه لا يطلبك يا ويسي لا لا ماشي 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 يا خناقه شنو بالعافيه ابو بتر الله يعافيك ها سم كبرك من البديه وش هران العريض وزعب عليك زود والخليج العرب عليك زود والعالم ينوم عني العالم نايف يا ربع لا حتى زيك الحمد لله كيف اليوم الاداء؟ طقيت خامس انا مخي هو طق خامس انت يا ناصر مخي قاعد يضرب سبرنجات من اللي يقول؟ ناصر ناصر اللي عندك شوف 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 اغراضك شوف اغراضك عاد شوف شوف الوضع نتف ابو محمد رفيقي له العيب قبل القلب ولد اسمع انت تعشيت هالخاطر تعشيت حكني تعشيت نعم الله عليكم نعم العافيه كيف عرفت ان النبي صرت ثنائيه محمد ناصر ابيك تصير ثنائيه تعال يا الربع حتى حظ حالك لمدة ساعة كاملة مفروض تصلك صح من حقي اليوم استانس اي اعرف شعورك عاد مثل يوم انه ابوي اتصل علي من فقر الذاء فرحت انا مرة شعور الحين عندك اكيد ما في احد يا زين زينة ليه ما يجيبون ذاك اللي فيه بطاطس وكل. يا عيال وش اسمه ذاك اللي فيه البطاطس اللي فيه البطاطس شو اسمه يا عيال ما بليت كلب في كلام الحين شو كلام منك هاي بتشد برا جاجي ما هي من اسمه ما رجله أبوك شيخ ما علمك على تشذب الرجاجي أبوك قدوة تعلم منه تخايش حرستك صح خلي وجهك يقمط يصير أحمر ضرب والله لحل والله لك متوجهك والله زين بس زين زين كلام زين البيت وهنا زين كلام أكيد تحت البيت يا أخي أنا أمن عليك ميانة لا كبير ما اتكلم الميان ها طول ما احبك وخن عني اوه دور استطاب جمهور حلو جمهور تبي تصير ناس اللي بالي بالك لا انا تدري شو ودي مرحبا مرحبا يا ابو مرحبا
ودي الصدق نصير يعني وقت الغداء والعشاء يصير فيه فاصل في شيء ما ادري شو الفائده اي واحد جوني هناك ليرتي ها عندك اخوان انقر عندك اعتراض عندي اعتراض يا اخي شو الحركات من اليوم مستانس وانا سما بالجوانس يرجع يخرب بيت شغل ام الوناس اللي انا الله لا يغير بالعافيه الله يديمه استعس وناس ما بعد وراس بالعافيه والله بالعافيه بالعافية عشان مزيد والله العظيم الشعور مو طبيعي فرحة فرحة مزيد يستاهل وكفو يا اخوي ايش حنوننا ذا اللي يجونا يعني زي ذا اللي جانا اليوم المغرب وش اسمه يا اخي ايه فهد عياد العتيبي عياد هو فهد ولا عياد عياد صفقه للامي فهد القمي فهد القمي فهد القمي ما هو القمي عتيبي لا لا فهد انا اقول صفقه فهد القمي اللي كان فيه كاريزما ابيك 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 ها ابيك عليه الشحن بس بلي صابني ما خل اقصد المغرب اللي جاء المغرب جاء يا اخوي شحنا تحس يا اخونا فعلا انك ملاقين احد من اهلك ولا شعور والله ما كنت احس به تقول لا تقول اللي بخاطر والله لا 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 بسم الله عليك انا ما ادري كيف انا فقدت واجد وصلت الحياه دي واجد انا خفت فوق عمري اذا ما تدري انا خفت فوق عمري مره 20 انا تجارب اخذها واحده منها في سنه اقسم بالله اتمنى حتى عدوي ما يقدر عدوي اللدود ما يقدر عدوي اللدود طيب بطلبك طلب انك ما تفكر بشيء ذا الحين البرنامج لا 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 انت اعطيتني نصيحه وانا ماشي عليها لحد الان وش هي؟ لا تفكر الا في درجك درجك قبل درجك محتواك وش بتقدم اليوم ترى هذا اللي ضيعنا انه والله اغلب وقتنا ترى مناوشات اشياء الامور شد وعجن الاشياء النوم قومة النوم خلاص أمس عقب ما نمت ما يصلح النوم لازم ترتبون النوم هاي الغزوة تسرع علينا صباح رحت جاك أسامة بن عضي قال مد سيف برقد معك يقول لي يقول جيت انا معه في يا اخي سيف سرير صغيروري وين انت يا اسامه حاشا سيف منو سيف سيف كان نمله حننوني الله يكرمك حننوني حننوني يكرمه هو بعد ترى ها عقبه لا تشبه واش وتشوف الطقطقه اللي صارت كل ما تكلم حمد الغفر استلمه يا ذا طقطقه واستلم طاقتي واستلم طاقتي اول شيء استلم شقران وشيل الوزن بعدها لا لا كذب الشيطان قاعد هنا استلمنا نايف استلمنا نايف استلمنا ضاري استلمنا انت معنا لكن انت يوم قمت عبد الله رقدت متى قمت؟ انت يوم قمت رحت دخلت هنا رقدت يوم هنا يوم قعدت من اليوم الصباح لا لا يوم قمت منه رحت انا وضاري لا ضاري ضاري قاعد معنا شوي بعدين انت رحت لحقت الظاهر لا لا هو اللي مطلعني ضاري لما رجعت لقيت ما بحد المهم عودته ثاني مره الجلسه ذي
لا لا نفسها نفسها يروح لين هناك طقطق طقطق ويرجع يبغى يكمل ويذب يذب ضاري سك طريق على عايف على نايف مو سك طريق على محمد راسل انت يا ضاري عايف عايف محمود واسوق انا عليه اسوق على جلد العيال مضغطين منه ويضحكون على تعرف ضباط خايسه يضحكون دخلنا داخل دايم سرع على شقره هو سرع على شقران وسعود والله هي لقط لهم صوره شقران وسعود اي شو ذاك الوقت لما انت لقط لهم صوره قبل قاعدين نفطس ضحك شوفهم كركرتكم اسمعها من نفطس ضحك والله يا كلاوين لا تغرغر كلاوين لا تغرغر ربي يهضحك صدق بعض الحين لا ضحكت ما شاء الله ما شاء الله دمعت من الضحك ما شاء الله تبارك الله عرفت؟ ما شاء الله ايش؟ يوم صرينا كذا قام مرجع على شقران باقي بخاطر على شقران يطقطق على شقران يسوقها شيش ام يسوقها على سعود سوقها جلد 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 بعدين طلع كذا قال ايش في هذا راسه محدد يقصد ظهري محدد من وراه ظهري يقصد ظهري كانه حجر الكويتي ينتبه من ذباته طق منها يدور معك معك ثم يدور عليك بكلمة لكن حبيبي اللي معنا ذا لا اطيبه في يوم يعني حنيه والله شفت الصباح ما كان فيني نوم نشيط نشيط متى نمتوا؟ الساعة كم تقريبا؟ انا نمت من ذا اللي يقرا؟ ابو ناصر كلمات من الزمن صح؟ ها؟ جايب كلمات من كيس ابو ناصر ايش في خاطرك ابو ناصر؟ أشهد أن